أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مع بوابة أخبار اليوم وكلام مبروك. حديث البخاري، أول حديث رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت نيته إلى الله ورسوله فنيته إلى الله ورسوله، ومن كانت نيته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو السؤال الملح الباقي: متى تكون النية خالصة لوجه الله بعمل إنسان؟ إذا إحنا عرفنا النية الأول معناها إيه، هنعرف الإجابة بسهولة. يعني النية معناها القصد في اللغة، النية تساوي القصد بالضبط كده عشان نفهم القصد. يعني واحد أنت قاصد بيته وحتزوره، قاصد بيته، فعارف العنوان وعارف أنت مشيت كم مرحلة، أنت ساكن في عين شمس وحتزوره هو في سرايا القبة، فواخد بالك من النعام، وبعدين تقول إحنا في الحلمية، وبعدين الزيتون، وتخلص سليم الاول تلاقي ميدان وكوبري، لازم تلف من تحت الكوبري لو انت راكب عربيه، ويبقى على يمينك سنترال سرايا القبه وعلى شمالك مدرسه سرايا القبه للبنات، وتكمل بقى الله يعينك على الشارع اللي انت عايزه في سرايا القبه. لازم تكون كده، ده انت لو قاصد. انما انت رايح شبرا وقابلك صديقك اللي في سرايا القبه، يا خبر انا جاي لك، انا كنت جاي لك. جاي له فين؟ ده مش من شبرا. لا يمكن تكون قاصد إلا إذا كنت متجه لعنوانه، فإحنا كذابين طبعا. تصدق أنا كنت جاي لك؟ جاي لي فين؟ جاي لي فين؟ قابلته بالصدفة على قهوة، يبقى جاي له؟ لا، ما أنتش قاصد، دي كده صدفة. هما بقى بيحبوا الصدف، قال لك رب صدفة خير من ألف كسكسو. سيبك من الكلام ده، الدين ما يعرفوش. إحنا ما بنعبدش ربنا صدفة وما بنصليش صدفة. احنا صلاتك كانت مكتبه موقوته. صدفه ايه يا راجل؟ مش صدفه. احنا كل ديننا قصد، قاصد. وزيك اللي مش قاصد بيبقى مخطئ، عكس القاصد مخطئ، اللي هي بيسموها بعض ابواب الفقه عمدا. يقول لك قاتل الصيد في الحرم عمدا، عليه مثل ما قطع من النعم. خد المعلومه دي ام مليار، وقاتل الصيد في الحرم ناسيا عليه مثل ما قتل من النعم، عشان في حاجات لا يمكن يقبل فيها النسيان. بقى واحد رايح بيت الله الحرام عشان ينسى هناك، ده مجرم. ولو عنده زهايمر وعقله ما يظلم علىهوش حاجة أصلا، فما تقوليش ده أنا ناسي يا بيه. لا، في حاجات النسيان، الخطأ في الأكل بيوجب الدية. نفس راح تقول أنا غلطان، أنا أقصد العصفور، جت الخبطة في عبد الرحمن، الخبطة اللي جت في عبد الرحمن ضيعته وضيعت ورثة، نعمل ايه بخطأك أو نسيانك؟ ما ينفعش. أصل أنا نسيت السكينة إنها حامية فقلت ألوشه بيها، لا يقبل هذا. في حاجات لا يقبل معها النسيان، لا يقبل، وعليك الغرم كالعمد تماما. إحنا ديننا كله عمد، كله عمد. لازم تنوي الصيام، صيام بلا نية مش مقبول أصلا. مفيش حاجة كده اسمها خطر على بالي. أو تصدق أنا صايم النهاردة وتيجي تجيب لي النية قبل الغروب؟ كل فقهاء الأمة في رمضان لا تقبل النية نهارا، إما كانتش بالليل راح رمضان. من بالليل ناوي إنه يصوم بكرة، مش على الفاب إيتينج والدرينك والمية والوتر والنسوان، ولكن عن كل خلق فاسد. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. واحد طاقت في دماغه يصوم يوم اثنين ونوى الظهر يجوز، يبقى ايه الفرق بين رمضان وغير رمضان؟ صيام رمضان النية لابد ان تكون مبيتة بليل، صيام النوافل كلها ممكن لغاية اذان الظهر. تنوي الساعة 9 الصبح اوكي، تصبح ما تلاقيش فطار تقول بلا اكل بلا قرف، نويته الصيام يجوز. بعد اذان الظهر لا يقبل، لا صيام نافلة ولا صيام ركن او صيام نادر. النية دي عندنا سابقة للعمل، سابقة للعمل، لأن البه باقي الوسيلة، كتبت بالقلم، مش ممكن تكتب والقلم يجي. لأن بعض الناس أنا سمعتهم مع الأسف يقول شوف قال إنما الأعمال بالنيات، جاب الأعمال قبل النيات. هندجل، هندجل
ده عين الدجل. اعمال ايه اللي جابها قبل النيات يهبل انت؟ انما الاعمال بين نيات. تقول انما الكتابة بالقلم. في كتابة تيجي قبل القلم بايه؟ بالهوى. لازم تجيب القلم الاول وتتأكد ان فيه حبر، وبعدين تسهمي وتقول انما والهمزة تحت القلم. يمكن يقدم الاعمال على ان ايه؟ قدم ايه الاعمال؟ ولا الاعمال والنيات، انما الاعمال بين نيات. جئتوا بالسيارة، هيبقى لك وجود ومجيء، والسيارة تيجي بعدك شايل امك. لازم تيجي السيارة الاول وتتأكد ان فيها بنزين، وتتأكد انها صالحة للمشي، ومشيك على عين ابوها عشان ما تعملش مفاجأة في الطريق، وهكذا الحال. لو عرفنا القصد ده انه لله، هيبقى النية لله خالص، لان مفيش نية مروحانة، مفيش. هي النية اما ان تكون لله، والنبي قالها، فمن كانت هجرته يعني نيته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، يعني الى الدنيا والى المرأة والى الكورة والى الماتش والى التسلية. انا جاي عندك عشان اشرب شاي، النية بتاعتي ايه؟ اشرب شاي. قلت لك ده انا جاي عشان توحشني، كذاب. كذاب ليه؟ لان نيتي مش كده. فلن تكون النية خالصة لله الا اذا انشغل القلب بما عند الله من ثواب عظيم على هذا العمل الذي ينبغي ان يشغل قلوبنا وان يشغل جوارحنا حتى يتم على اكمل وجه. والى لقاء قريب ان شاء الله مع كلام مبروك. وبعد اخبار اليوم ارجو لكم كل خير وسعاده.